هاد الحراره ديال هاد العام شويه سخونه على العام اللي فايت. السنه اللي فايته هاد العام هذا سخونه الحراره، ولكن الحمد لله بالنسبه لنا لي كازا كيف ما كان الحال خاص سخونه كيكون عندنا واحد شويه الجو تنفس منها، ماشي بحال مناطق اخرى. كاين شي مناطق اخرى كيكونوا مزال كان راه ما كيقدروا داتو في الزرده، ماشي بحالنا حنايا مازال واخا شويه على المفرطه كيكون شويه عندنا جنب التنفس. اش غنقول لك اختي، الصهد هذا العام هذا زايدنا غزه بزاف، راك ما كتشوفوا كاع المدن كيوصلوا حتى 40 درجه والفوق، وبمقارنه مع العوام اللي دازوا هذا العام بزاف، العوام اللي دازوا كانوا ناقصين شويه. واش اللي كاينوا البحور راه عامرين بزاف، ما مشيتي كتلقى بلان ولا طوموبيل ما عندك فين تحطها. نورمالمون كومبارون دي زوتر فيل ا كازابلانكا لو كليما اي ان بو ستابل باسكو جيتي ديجا وجدا اي لابا لا شالور اي ترو انتنس كونتريرمون ايسي ا كازابلانكا سورتو لا جورني لو كليما اي ان بو ستابل ان فيت بار رابور ا لاني دانيير جو بو جي فريمون با فيكو ايسي ا كازابلانكا مي دون مانيير جينيرال سيت اني اون ا كونو اون هوس كونسيرنون لا شالور comparant de l'année dernière en fait. هاد الايامات طالعه بزاف خصوصا فاش كنت في برشيد، هاد الايامات ودرجه الحراره وصلت حتى ل 44 45 لدرجه كنكون هنايا كنهبط في لاكارد لهي كيضرب فيه واحد البرد سخون ما يمكنش. درجه الحراره طالعه بزاف ومقارنه بالعام اللي فات راه قال لك تسجلات 49